السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في الساعة الثانية من برنامجكم لكل زمان ومكان. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج للرد على تساؤلاتكم الفقهية مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ حسين، كنا نرد على الأخ أكرم إجابة على تساؤله حول الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني هنا يخطر بالبال بعض الحكام الذين لديهم من الطغيان والتكبر ما يشابه الحجاج، إلا أنه صحيفة أعمالهم قد تختلف عن صحيفة أعمال الحجاج. أكيد، أنا بقول لحضرتك طغاة العصر حينما تبحث في ملفاتهم وفي السيرة الذاتية لهم وفيما يقدمونه لأمتهم لا تجد إلا الخراب والدمار، ولا تجد إلا القتل، ولا تجد إلا يعني انتهاك الحرمات وتعذيب العباد وإفقارهم. أنت لا تجد اللي يصنعوا الطائلة، وكل همهم أن يهتموا بأنفسهم وأولادهم وعائلتهم والقصور التي يبنونها والأموال التي تنهب لتذهب إلى بنوك سويسرا أو هكذا البنوك الأخرى التي يعني لا نعرفها. هؤلاء هم الطغاة الجبابرة. الحجاج كان جبارا طاغية، لكن كان له من الخلق ومن التواضع. على فكرة كان الحجاج لا يقبل أن يأكل بنفسه، يعني أن يأكل وحيدا على مائدة أبدا، إنما كان يقول انظروا عابر سبيل ويأتي الحجاج. بعبر الحجاج هذا اللي كان يقول انظروا عابر سبيل، نعم، فيأتي وجيء له يوما بعابر سبيل فقال له كل، راحوا جابوه كده القماش، قال أين، قال أنا عابر سبيل، قال تعال إلى الحجاج. كان حجاج جالس على المائدة وعنده مائدة الأمير ليس كمائدة الفقير. قال كل، قال لا، قال أقول لك كل، قال إني مدعو. معزوم يعني. معزوم. قال مدعو، قال عند غيري، يعني أنا هنا اللي كذا من الحجاج يعني. قال نعم، عند ملك الملوك. قال عند من؟ قال عند الله. قال كيف أنت تدعي؟ قال لا، إني صائم. نعم. فقال له افطر اليوم وصم غدا، لأنه يعني كان صيام تطوع. نعم. قال أو تضمن لي أن أعيش على الغد؟ قال لا أضمن لك. قال لا حاجة لي بطعامك. هكذا يعني، شوف إلى مع هذا كان وتركه ويقف يقول له. ولما جاء حتى آخر من قتله سعيد بن جبير، ها، لما قال له أنت سعيد أم شقي؟ قال أمي أعلم باسمي منك حين سمتني. نعم. وكان يجادل ويحاوره، ثم قال أمامه اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، استجاب الله دعاء سعيد، وده كان آخر من قتل من المسلمين سعيد بن جبير. ولكن أريد أن أقول كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بذنوبها وخطاياها وجاء بنو أمية بما فعله الحجاج لا طغت كفة بني أمية، لأن فيها الحجاج. ومع ذلك هو الرجل كان زي ما قلت صاحب فضل في أنه يعني جمع من العلماء كأبو الأسود وغيرهم من نقط القرآن، نقط القرآن حتى يعني يستطيع أن يقرأه الناس ويميزوا، نعم، يميزوا بين التاء وبين الثاء وبين النون بين الجيم والحاء والخاء بين العين والغين، لأن حدث لبس في الناس. فما كانوا لما دخل كثير، فهو كان صاحب فضل في هذا. هو أيضا صاحب فضل في أنه هو يعني ركز أركان الدولة، لكن كل هذا لا يعفيه طبعا، لا يعفيه من أنه كان ظالما، أنه كان طاغية، أنه كان قاتل، أنه كان سفاك الدماء، أنه فعل هذا كله يعفي. الأخ أكرم كان سؤاله الثاني عن القول بارك الله في مالك لشخص هو يقول مصدر ماله الربا. أنا بدعو له وأنا بأعطيه صك غفران. بعض الإخوة بيفهموا الدعاء فهم خطأ، تمام، فيأتي بقول لأي أخ بارك الله في مالك يقول لي الله الله، مش أنا غير مسؤول شرعا من أين أتيت أن أسأل بمالك؟ عن أي يعني أسأل أي إنسان عن مصدر ماله. أنا
بيني وبينك ثقة. لما اجي اكل في بيتك ما اقولكش والله الطعام ده حلال ولا حرام. انت شغال ايه؟ انت بتجيب فلوس من ايه؟ او انت حضرتك تيجي فتسالني انت اموالك دي حلال ولا حرام؟ بتجيب فلوس من إيه؟ الاصل في الناس الثقه يا سيدي. الاسلام يبني العلاقه بين البشر على الثقه وعدم التهمه. ده الاصل، الاصل البراءه حتى في كل شيء. حتى يا سيدي وانت ماشي لو سقط عليك ماء من اعلى لا تسال هل الماء هذا نجس أم طاهر، إنما عليك أن تأخذه على أنه ماء طاهر وتنطلق. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يسير مع رجل فتحت يعني ميزاب بيت فسقط الماء، فالرجل يعني أراد كذا أن يظهر تدينه أمام سيدنا عمر أو يسأل لا تدري، فقال يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال سيدنا عمر لا تخبره. ثم قال لصاحبنا إنما ينجسه قولك. يعني الفقه يقول لو مشيت حتى لو نجس فهو معفو عنه من النجاسة المعفو عنه، لكن إذا سألت فيجاب لك. ولذلك هكذا حتى أنا لما أجي بيت أي إنسان أدخل حتى بيت جاري الغير مسلم أدخل بيته ويعزمني وأشرب عنده شيء أصلا هو يعني كونه كافر كونه غير مسلم ماله حرام؟ لا، لكن السؤال عن الأطعمة الحرام يعني اللحوم المال الذي إذا كان المصدر ربا يعني هو يعرف بأنه هذا مصدر ربا خلاص فهل يقول بارك الله فيك؟ شوف يا سيدي المال ثلاث أنواع. المكتسب مال أصله حلال صرف، حلال صرف أصل خلاص هذا ما يعني. مال أصله حرام صرف أتجنبه، مال فيه شبهة الأمر يعود إليه، إن شئت أكلت بما عنده من حلال. لو أنا عارف إن الراجل ده شغال جزء من ماله عنده محل سوبر ماركت بيبيع فيه حرام جزء وبيبيع فيه حلال عزمني عنده، أنا مخير بين أن أشرب الشاي ولا القهوة ولا الغداء على ما يكتسب من الحلال في نيتي كذا وبين أن أعزف وأكله. نعم. فضيلة الشيخ نعود إلى دروس حنين والطائف. تحدثنا عن الدرس الأول ألا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه وعدم الاغترار بكثرة العدد. في الدروس الأخرى التي تفضلت بها الدرس الآخر كان عن تحبيب الناس في الإسلام وتقريب الناس للإسلام والثبات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان للأنصار هو الذخر، كان هو أهم من كل الأموال التي كان يعطيها لغيرهم. نتابع في الدروس وهي كثيرة. طيب في هذه الغزوة وكبيرة. في هذه الغزوة المنطقة هذه من قبيلة هوازن والقبائل الصغيرة التي خرجت كانت منها يعني القبيلة التي أرضع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ اللي هي يعني أخواله فيها، يسمى أخواله من الرضاعة عند حليمة السيدة حليمة السعدية التي أرضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع هؤلاء في الأسر جميعا كانت منهم أخته الشيماء، أخته في الرضاعة بنت حليمة السعدية، بنت حليمة السعدية، والتي كانت تحمله وهو طفل صغير ولم تسلم بعد يعني؟ لا، لم تكن قد أسلمت بعد، إنما كانت قد وقعت في الأسر. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما تذكرني يا محمد؟ أنا الشيماء، أنا أختك، أنا التي حملتك. فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام ثم توجه لأصحابه وقال لهم هذه أختي الشيماء، فمن شاء أن يكرمها أكرمها. فتبادر الصحابة رضوان الله عليهم فأطلقوا سراح كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، الشيماء وأخواتها وأخوالها وأعمامها كلهم أطلقوا سراحة. يعني الرسول ذهب إليهم يستأذنهم في ذلك؟ الصحابة يستأذن الصحابة. يستأذن الصحابة. نعم. ده في موقف الله عليه أعظم. وهو اللي يعني الذي أفاء الله عليه بهؤلاء جميعا. في جماعة من ثقيف فكروا إحنا انهزمنا ونساءنا سبايا وأطفالنا سبايا وأموالنا ضاعت
ونحن بلغة الله ضايعين ضايعين. فلما لا نسلم؟ نذهب خسرانين يعني. لعل الله يكرمهن ولعل كذا. عادوا إلى أنفسهم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله نحن يعني أخطأنا ونحن نريد أن نتوب وأن نسلم لله سبحانه وتعالى ونأتي إليه، أتقبلنا؟ قال ومن يردكم عليه الصلاة والسلام، من يردكم؟ فدخلوا في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام عصموا أموالهم ونساءهم، كان في إحراج، هم أموالهم دي قبل أن يسلموا. نعم. والنبي كان قد وزعها وصارت حقا لهؤلاء خرج. المجاهدين حق. الناس دي بذلت دماءها وخرجت. الناس دي يعني لو كانوا وقعوا يعني هذا وفق القانون الوضعي يومئذ هو حق. ووفق يعني القانون الشرعي حق. انتهى الكلام فيه. تمام. أنا فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال هؤلاء جاءوكم معتذرين تائبين أسلموا. فقالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن أردتم أن تطيبوهم، يعني تطيبوا خاطرهم، يعني دخل الإسلام أخوك في الإسلام وانت واخد بنته أما عندك وانت واخد كذا، فقال يا رسول الله قد أعتقنا أموالهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم أيضا. نعم. لأجل الإنسان يتبادر إلى ذهنه لأجل الإسلام. الأموال لا أعطوهم كل شيء، ممكن يحجزوها كل شيء. بل عام بل يعني عامر بن مالك هذا الذي زعيم ثقيف، زعيم ثقيف الذي جاء حينما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه حتى الزعامة، جعله زعيم على قومه لأنه الإسلام عم الشيخ. وإحنا فتحينها أنا آسف مجزرة، ولا إحنا فتحينها يعني دار لجمع الأموال؟ لا، وتنصيب نحن أصلا جبات مال. سيدنا عمر لما وجد الرجل العجوز يمشي يقف على باب المسجد عشان يسأل الناس مال حتى يسدد الجزية، غضب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأمر الناس أن ترد له ماله. وقال القول الشهير أنه لم أخذوا أمواله منه وهو وهم شباب، هم أقوياء أصحاب قوة وصحة. لما نأتي في هذا السن نتركهم، يعني حتى الذين كانوا ينظروا إلى الجزية الآن باللغات وبيحاولوا يشوهوا صورة الإسلام بها، هي عبارة كانت مقابل عمل معين، ضريبة دفاع. ضريبة. إذا كنت لا تريد أن تدخل معي في هذا الحلف خذ مالك. وهكذا على تاريخ الإسلام هذا كان يحدث. يعني الشاهد فضيلة الشيخ تحدث الآن الخبر اليوم في الجرائد البريطانية أن بريطانيا مستعدة لدفع حوالي 50 مليار دولار، 40 مليار جنيه استرليني، فقط للانفضاض من حلف اسمه الاتحاد الأوروبي. يعني مبلغ كبير جدا. وإذا كل دخول في حلف، كل دخول في أي منظمة له تبعات، له تبعاته المادية. أكيد 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 له تبعات. فقال يا رسول الله، لكن أنا أقف عندي نقطة قرأتها فتعجبت منها. النبي لم يقبل منهم يعني على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون هذا نتيجة عاطفة، صحيح؟ فحينما يعود إلى رحالهم يفكروا، لأن يعني هم ناس لسه في الصحراء، يعني في حينما يعودوا إلى رحالهم ويفكروا ربما يندموا، ربما يقول إيه اللي خلاني أفعل هذا؟ هذا حقي، ليش أتنازل عنه؟ صحيح؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى رحالكم ولا تجيبوني، اذهبوا إلى رحالكم وأجيبوني في الغد، أنا عايز بكرة، خذ وقت فكر. والله يا سيدي، يقول ابن كثير فلما كان الغد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخوتنا في الإسلام، إخوتنا في الإسلام، هذه يا رسول الله أموالهم ونساؤهم وأطفالهم وكل ما، وردوا لهم كل شيء. هذا الإسلام يعني هذا رد لجزء كبير من ممن جاء مقاتلا، ممن جاء معتديا، ممن جاء محاربا. ما نسبة هؤلاء تقديرا فضيلة الشيخ الذين دخلوا الإسلام؟ يعني أنت قلت جماعة من ثقيف
نعم، الذين جاءوا هؤلاء بالعشرات، بعضهم يوصلهم إلى 80، بعضهم إلى 100. ولكن ما زال العدد الضخم، لكن لا زال طبعا لا زال. بعد ما انتهت المعركة انقسم الناس، القبائل بقى كله رجع إلى، وكانت أكبر قبيلة هي قبيلة ثقيف، اللي هي ما تسمى بعد ذلك بغزوة ثقيف أو غزوة الطائف. تمام، هي الطائف أو ثقيف. الطائف نسبة إلى المكان الأرض، وثقيف نسبة إلى القبيلة، لأن القبيلة هي التي تسكن. طيب نتحدث عنها، لأن هذا هو الشق الثاني من دروس هذه الحلقة، ثقيف أو الطائف. ولكن بعد هذا الهاتف من الأخت ليلى. تفضلي ليلى من المملكة. ليلى ألو. تفضلي أخت ليلى من المملكة العربية السعودية. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت عايزة أسأل الشيخ الله يكرمه، بالنسبة لل، أنا عندي 4 أولاد، 2 الأولاد الأخرانيين توأم، بعد 2 من يعني ما صار عمرهم 2 صار اكتشفنا عندهم مرض التوحد. طبعا أنا برضو تم انفصلنا أنا وزوجي في الوقت هذا، وتعبت معهم. اليوم عمرهم 11 سنة. طبعا صارت لي متاعب كثيرة بالنسبة للمرض هذا، وجاني اكتئاب نفسي، وفترة أصلي وفترة أسيب الصلاة، ويعني حالة مزمنة. بس الفترة دي أحسن بكثير، يعني لاني خلاص يعني آمنت أنه هذا قدري من رب العالمين يعني بالنسبة للولدين دولي. بس المشكلة الأساسية أنه أهلهم، جدتهم، عمامهم، بعد 10 سنين من الطلاق، وإحنا بيننا وبينهم فرق يمكن 10 دقائق بس بالسيارة، يعني في نفس المدينة، لا يسألوا عنهم، لا يزوروا أولادهم، لا يرفعوا عليهم تليفون، لا أنتوا فين، ميتين ولا حيين ولا شيء ولا أي حاجة. فطبعا هذا يحزنني أكثر، يعني لأن أنا كل ذنب، يعني هم شايفين أنا مذنبة، لأن أنا خلعت، طلبت الخلع من ابنهم. فأنا بالنسبة لهم أنا المذنبة، رغم أنه خلاص انتهى نصيبنا على كده، يعني بغض النظر عن مين المشكلة ومين السيء. بس ما في أي تواصل من أهلهم بالنسبة للأولاد دول، يعني وهذا الشيء. وبعض الأحيان بيجيني يعني هواجز أو كده، لما مثلا يقول لي مثلا أنا اليوم برعاهم وعايشة معاهم، بس بعد عمر طويل لما أروح من الحياة دي، إيش هيكون مصير الأولاد دول وأهلهم بالشكل ده؟ فياريت يعني يطمني الشيخ ويدعي لهم كده. طيب أخت ليلى، أنت كان من طرفك هناك أي مبادرة لصلة، على الأقل صلة رحم أولاد أو أولادك من طرف أبيهم؟ أيوة أولاد، لا أبوهم موجود، بس للأسف هو نفسه يقول أنا أهلي ما يعني يمر عليهم ويتواصل معهم. بس المشكلة يقول لك لأن أنا بيني وبينك لما ارتبطنا أمه ما كانت موافقة على هذا الارتباط، لأنه أنا الزوجة الثانية وهو كان متزوج بنت خالته، فهمت علي؟ فهنا حصلت حساسية وأنا انفصلت عنه وخلاص وانتهينا. بس هو يقول أمي مش عايزة. طب ليه أمك ما تسأل؟ ليه عمامهم ما يسألوا؟ ليه ما يروحوا؟ طيب يا أخت ليلى، تسمع إن شاء الله فضيلة الشيخ نصيحة لهم ولك عبر الهواء مباشرة. الأخت ليلى فضيلة الشيخ تسمعك الآن، نجيب على سؤالها مباشرة، وسمعت قصتها، ما النصيحة التي تقدمها؟ ونحن كما نقول دائما نفترض بكل من يسأل أنه هو يعني يقول فعلا كل الحقيقة. بسم الله الرحمن الله. يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها وأن يقويها، فأنا أعرف ما معنى أن تبقى أم ترعى ولديها وفيهم هذا المرض. سأل الله لهم الشفاء العاجل. وزي ما كنا نتكلم عن الأخت التي سبقت السؤال، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وبقدر الصبر والرضا بقدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولكن على ما سمعنا وكلامي هذا، يعني أنا لا أتهم الأخت أنها غير صادقة، معاذ الله، إنما هو العدل إن الإنسان لا يتكلم حتى يسمع من الطرفين. لكن أنا أوجه نصيحتي عامة بأن صلة الرحم هذه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الرحم اسم من اسمي، من وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. فقاطع الرحم خاصة حينما يكون أولاد وبحاجة إلى رعاية، حينما يكون يعني بحاجة إلى عناية، قاطع الرحم الله عز وجل يقطعه عن وصله إياه، فكيف سيعيش؟
في هذه الدنيا بدون وصل الله سبحانه وتعالى له. من وصله وصلته، ومن قطعها أي الرحم ها قطعته، فهو قاطع الرحم مقطوع من الله سبحانه وتعالى. يا سيدي لو كان الإنسان حتى بيبحث عن دنيا عليه أن يصل رحم، لأن صلة الرحم كما جاء في الحديث الصحيح تزيد العمر وتبارك في الرزق. يعني القضية يعني الحقيقة أود أن أقول لوالدي ولأعمام الأولاد للوالد والأعمام وللجد والجدة لو على قيد الحياة، ليس من الدين أن تتركوا الأولاد وهم مرضى دون رعاية ودون سؤال ودون عناية. وإن كنت أنا لا أعلم الحقيقة، إنما على ما تقول الأخت، أسأل الله أن يعينها وأن يشفي يعني مرضاها ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نعم. الأخت أم هبة من إسبانيا، تفضل يا أم هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك يا أم هبة، تفضلي. يا شيخ، هو عندي يعني موضوع بدي أطرحه، مسألة الابتلاء والعقاب يعني في حياتنا، كيف يتدخلان يعني الأمران في حياتنا وفي مستقبلنا. وسبب سؤالي هذا هو أنني يعني تقريبا في مؤخرا حدث لي بعض الأمور يعني في حياتي، فلا أستطيع أن أميز بين العقاب وبين الابتلاء. يعني منذ يعني وجودي في إسبانيا وأنا أحاول أن يعني أبتعد عن الشبهات يعني في العمل، وأي شيء يعني لو عليه علامة استفهام ممكن يعني أتعرض له يعني أبتعد عنه. إلا أنني يعني حاليا يعني فقدت جميع الوظائف التي يعني التحقت بها، كان آخرها يعني الأسبوع الماضي اشتغلت يعني يوم ونصف فقط، فتم توقيفي يعني بدون مبرر، وهذا يعني خلى عندي علامة استفهام. يعني كل أمور يعني في حياتي مؤخرا خصوصا جانب العمل معقد، ودرست يعني هذه السنة دراسة فحدث لي مشكلة يعني في الأكاديمية التي يعني كنت أقوم يعني بالتدريب فيها، طلب مني بدور شواهد لبعض الطلبة فرفضت، وكان هذا الأمر يعني طرحته على الشيخ يعني على الخاص تصدي مباشرة، فقال لي يعني أخبر طلبت مني أن أخذ هذا الزوير، وبالفعل رفضت الزوير، فكانت النتيجة أن الأمر يعني انعكس علي يعني في دراستي. لولا شهادة أساسي دولي لا الحمد لله من استطعت أني أحصل على علامات ممتازة. نعم. أم هبة، يعني يبدو من الملخص القصة واضح، سيجيب الشيخ إن شاء الله مباشرة. فضيلة الشيخ، نجيب على سؤال أم هبة قبل أن نتحدث عن دروس الطائف. يعني الخلاصة فيما يحصل لها من مواقف، هي تختار في كل سلوكها أن ترضي الله سبحانه وتعالى، فيحصل لها بعض المشاكل، هل هي ابتلاءات أم هي عقوبة أو عقاب؟ وهذا يعني فعلا يقودنا لسؤال الأخ أو الأخت أم محمد أيضا، هل لما يحصل الإنسان هل هو في باب الابتلاء أم العقاب في الدنيا؟ هل هناك عقاب في الدنيا أيضا؟ هذا هو سؤال يسأل الجميع. لا، ولا شك في عقاب، في عقاب ربنا سبحانه وتعالى يعاقب به يعني الماركين، يعاقب به يعني العصاة والمذنبين، يعاقب به البعيدين يعني عنه. ربنا سبحانه وتعالى من حقه، هو الخالق، هو سبحانه وتعالى صاحب الأمر، لكن هناك أيضا ابتلاء يبتلي به عباده ليختبر إيمانهم، يبتلي عباده ليكفر عن سيئاتهم، يبتلي عباده ليرفع درجاتهم عنده. هذه كلها فوائد الابتلاء. وزي ما قلنا وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وعلى قدر إيمان المرء يبتلى. ولكن انت تعالى شوف الأنبياء، معلش تعالى شوف الأنبياء الابتلاءات اللي ابتلوا بها. شوف سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن كان في بطن أمه يموت أبوه، ثم شوية تموت أمه، ثم يموت جده، ثم يعني بل حضرتك يؤذى وإلى آخره، ويحاصر في شعب بني طالب، ويموت عمه، وتموت زوجته، يعني عاش حياة كلها وخبال حضرتك هو أصحاب رضوان الله عليهم، مليئة بالابتلاءات ومليئة بالمحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالابتلاء ده لا، ده هو
يعني قد يكون نعمة وقد يكون نقمة من الله سبحانه وتعالى. طب كيف أميز؟ لو الإنسان مثلا أحيانا يشاك شوكة، يضرب، يحترق حال العبد مع الله، هذه لأني أذنبت ذنب الفلاني، هذه لأني أذنبت الذنب لا الفلاني. هو مش بيعد كده، مش ربنا سبحانه وتعالى عنده يعني نقاط واحد اثنين ثلاثة يعني هذه مقابل الذنب وهذه مقابل الذنب. لا، العبد إذا تاب محى الله ذنوبه، ها هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فأولئك يبدل بعد ما ذكر بقى يعني في صفات عباد الرحمن الذين عباد الرحمن الذين مشوا، ثم قال والذين يعني لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان حينما يتوب خلاص ما يعودش يستحضر كل مصيبة تأتيه، يستحضر لها ذنب وكل الله المصيبة دي مقابل الذنب اللي أنا عملته من سنتين، وبعدين يستنى مصيبة تانية، وثم يجي بعدين يقول طب أنا بقى لي سنة ما عملتش ذنوب، المصايب عمالة تجيلي ليه؟ أو حتى الناس يعني عندما مثلا الواحد يصير له حاجة، هذه لأنك عملت كذا وهذه لأنك عملت كذا. لا هذا خطأ، هذا خطأ، ما يجب أن يكون كذا. طب الأنبياء حينما يأتيهم البلاء من الله سبحانه وتعالى ماذا صار؟ سيدنا أيوب، ها وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، كان مذنبا، وهكذا. وسيدنا يونس ذنون وإلى آخره من الأنبياء. نعم فضيلة الشيخ، سندخل الآن في تفاصيل الطائف، ولكن بعد أن نتوقف لهذا الفاصل الأخير، فاصل أخير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من لكل زمان ومكان، فابقوا معنا. مؤكد أن الموصل عمليات تحريرها ثمنها باهظ، بقدر ما ثمنها باهظ على الأرض أيضا هنالك ثمن باهظ دفع لتحريرها. بالتأكيد الذي دفع الثمن هو ابن الموصل، والموصل بحد ذاتها والثمن كان باهظ جدا. الحاجات التي استفدت فيها في الجامعة سوى يعني تعلم الطب والنشاطات اللاصفية في داخل الجامعة، كانت الجامعة ترسل وفود للسفر الخارج، وبسبب هذا الهامش كان يعني الإسلاميون يستفيدون من هذه الرحلات. الحلقة الثانية من مراجعات مع الدكتور سعد الفقيه يأتيكم في الأوقات التالية. بوادر أزمة حكومية في تونس، والغنوشي يدعو الشاهد لعدم الترشح للرئاسة. وفي ليبيا عقب أسبوع على لقاء حفتر، السراج، توتر جديد وتنافس إيطالي فرنسي. وفي الجزائر بوتفليقة يلمع شقيقة، هل هو الرئيس القادم؟ ملفات نتناولها بالمتابعة والتحليل في محطات مغاربية، يأتيكم الاثنين في الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش، ويعاد في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من لكل زمان ومكان، نتابع فيه الحديث عن دروس غزوة الطائف مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ، نتحدث الآن عن ظروف الطائف وما الذي دفع المسلمين لمتابعة الكفار الذين كانوا قد اعتدوا على المسلمين في وادي حنين. نعم، بعد أن انتهت معركة حنين بالنصر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلنا في الأول كان هناك نصر للقبائل ثقيف وهوازن ومن معها، ثم بعد ذلك انتصر، كانت الغلبة للمسلمين، وهرب الجيش المعادي أو الكفار، هربوا وتركوا كل متاعهم وكذا، وهربوا إلى الحصون. لكن هؤلاء لا يؤمن جانبهم، وأكبر قوة خرجت كانت إلى الطائف اللي هي جماعة الثقيف، دول أكبر من خرجوا، ولأن الطائف فيها حصن كبير جدا فذهبوا ليتحصنوا به، وهذا يعني أنهم سيناوشوا أهل مكة. كان بإمكان النبي يمشي وخلاص ويرجع إلى المدينة ويترك الأمر وقد انتصر وأخذ الغنائم، لكنه يعرف أن ثقيف ستدبر لأهل مكة تدبيرا، لأن أهل مكة خرجوا، النبي كان حريص أن يخرج معه أهل مكة الذين أسلموا زي كما قلنا لعدة أسباب، كان منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تآلف مجتمع المكي والمدني، لا يكون هناك مجتمع اسمه مكي يعني تبقى ليه ميزات الصدارة والحكم والقيادة، ومجتمع مدني ومجتمع مكي أسلم مؤخرا فيهمل، إنما أراد أن يشارك المجتمع المكي المدينة المدني في كل شيء، فأخذ منهم زي ما قلنا 2000 مع 10,000 الذين قدموا معه من المدينة، وكانت غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر الذي حققه الله سبحانه وتعالى للمسلمين في حنين كان بإمكانه أن يعود وأن يرجع، لكن ثقيف التي هربت إلى الطائف كانت لا شك يعني تضمر شيئا لأهل المدينة لأهل مكة وربما للبيت العتيق وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وحاصرهم يعني ما يقارب 40 يوما. نعم، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة يستعمل المسلمون ما يسمى بالمنجنيق، فكان هذه في هذه الغزوة لأن حصنهم عالي فما ينفعش النبال العادية، فكان لابد أن فسلمان الفارسي صاحب أيضا فكرة الخندق من قبل، هو صاحب أيضا هذه الفكرة، قال أرى يا رسول الله أن نصنع كذا، فصنع، فكانوا يضرب حتى يعني إيه أفزعوهم فزعا، وصاح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة أن ينادوا من خرج منهم مسالما فهو يعني حر، فخرج بضعة عشرات برضو من الحصن وجاءوا، بل في رواية أنهم أعلنوا إسلامهم يعني جاءوا، ورد إليهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كل الأموال التي كانت لهم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان أخذها ردها عليه الصلاة والسلام. أدي حاجة. طبعا أما أعني كل الأموال، الأصل الأولاد والنساء السبايا لهؤلاء، وده كان متعارف عليه، أما قد تكون بعض الأموال من الأغنام انتهت مشت أو ذبحت هذه انتهى يعني، لكن ما بقي من أموال كانت ترد كل الذين تحصنوا، لا اللي خرجوا عن الحديث فقط الذين وافقوا على الذين وافقوا وخرجوا، ماذا حل بالبقية؟ أين بقي النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما محاصره، قذف الله في قلوبهم في قلوب هؤلاء الرعب، لكنهم لا زالوا جالسين يأكلوا ويشربوا في الداخل لأنهم كانوا قد حصنوا أنفسهم يعني بطعامهم وشرابهم وكذا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هؤلاء لم يعد لهم شوكة وخلاص عرفوا قوة الناس وكذا، فاستشارهم أن يعودوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الغزوة، يعني لم يحدث اشتباك، إنما
بالنبال فقط، قتل بعض الصحابة نتيجة لهذه التي كانت تأتي النبال، التي منهم سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قتل في هذه المعركة. ويعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الحصن وترك المحاصين اللي فيه، فما هي إلا يعني أيام حتى جاءت قبل أن أقول هكذا، لما اشتد لما طال الحصار فقال يا رسول الله ألا تدعو عليهم؟ يعني خلاص احنا مش قادرين، لا طاقة لنا، لا يبقى إلا أن تتدخل السماء. زي ما حصل في حنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه القوم أثناء المعركة. أي نعم، كما حدث من قبل في قبل الهجرة في حنين أيضا أخذ حفنة من التراب وقال شاهت الوجوه ورماها في وجوه القوم، فما بقي أحد إلا مست عينه فكان لا يروا. لذلك كان ده سبب من أسباب هزيمة المشركين في حنين. نعود إلى الطائف، قال رسول الله ألا تدعو عليهم حتى نستريح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة وقال اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثلاث مرات. نعم، هذا كان دعاء، هذا دعاء صلى الله عليه وسلم. ما هي إلا أيام وجاء الثقيف عن بكرة أبيها بملكها، جاءوا إلى الإسلام وأعلنوا إسلامهم، وكان هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وكفى الله المؤمنين بعد أن كانوا متحصنين ولم يهزموا يعني ماديا، أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم. ما الدرس يعني الكبير هنا؟ درس العظيم أنك أنت القائد يجب أن يكون محنكا، ويجب أن يكون بصيرا، ويجب أن يحافظ على جيشه، لأنه أيقن أنه لو جلس بالجيش سنة هكذا في العراء وكذا ما أفاد شيء، وهو لن يستطيع أن, 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 أن يفك الحصار. طب ما الفائدة؟ أرجع، ولو جاءوا أنا أعرف كيف أتصرف. وبعد ذلك نعم أتى المسلمين وكان هذا فتح من الله سبحانه وتعالى على الناس، إذ كان زي فتح مكة بالضبط. يعني كان النبي كان قادرا أن يقول للجيش اللي معه اقتلوا هؤلاء جميعا، خلصوا عليهم، احنا لا نريد أحد من أهل مكة. كان بإمكاني أن يفعل هذا، صحيح إيش يعني يعمل، ولكن درس كبير. طيب نتابع، لكن بعد ما نأخذ ناصر من بريطانيا. تفضل يا ناصر بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أنت وأشكر الشيخ وعلى الفوائد الجمل اللي حصل عليها. أخي ما حكم استعمال دواء يظل مكتوب فيه جيلاتين؟ ماذا مكتوب فيه عزيزي؟ جيلاتين. نعم. طيب تسمع الإجابة مباشرة فضيلة الشيخ ناصر، حكم الجيلاتين تحدثنا مرارا وتكرارا حتى عن أكل الجيلاتين وليس فقط التداوي المواد التي تستحيل بمعنى إيه؟ تتحول، تتغير إلى مادة أخرى، لها صفات أخرى جديدة ولها تراكيب جديدة أخرى. فالفقهاء في باب الاستحالة يقولون بأن هذا الجيلاتين أو هذا الأمر يأخذ حكمه حكم المادة الجديدة. ما هي المادة الجديدة؟ هل المادة الجديدة تذهب العقل؟ هل المادة الجديدة مثلا فيها شيء من الخمر والسكر، ولا مادة عادية أصبحت مثلا لازمة للدواء أو لازمة للطعام أو شيء من هذا القبيل؟ فبما أنها تحولت إلى مادة جديدة لا تأثير لها على العقل ولا شيء من هذا القبيل، فلا شيء فيها. بس من الذي يقرر؟ زي بالضبط حضرتك بالضبط إيش الـ 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 الخمر لو تخلل وتحول إلى خل، عند الفقهاء قالوا إن تخللت الخمر طهرت وصارت حلالا، وهكذا. مثلا أنا آسف، العظم هذا خلينا نقول هذا عظم، أعزكم الله، حتى عظم خنزير، تمام، أخذوا العظم ده وحولوه وطلعوا لينا نوع تاني خالص، شيء لا فيه وصف عظم ولا فيه أي شيء من تركيب العظم، خلاص سيصير. نعم. إحنا يعني مثلا وهكذا، عارف بيسموها الكبسولات هذه كلها، مثلا الجيلاتين المعمولة منها ما تشوف أصلها شيء ونوع الكبسولة ده المعمول
هذا شيء. ماذا أخرك سؤالي من الذي يحكم يعني هل أجريت أبحاث لتعلم بأن الجيلاتين يعني مادة مفيدة ولا ضرر بها؟ لا هذا بقى يعود إلى الشركة المصنعة هي التي تقول هذه الجيلاتين فيها ضرر في إفادة. هو يعني الجيلاتين حاليا يدخل في معظم السكريات أو الحلويات اللي فيها ما فيها لزوجة يستخدموها حتى يحافظوا على لزوجة هذه الحلويات أو السكاكر المستخدمة للأطفال. لذلك الناس عندما تجد هذه المادة تبحث عن مصدرها، فأصبحت الشركات تكتب إنه جيلاتين مصدره من البقر أو جيلاتين وفي معظم كويس. مصدره من الخنزير. أنا أسأل سؤال، أنا لو مسكت الآن قطعة لحم من البقر أو عظم أو دهن أي شيء من البقر ومسكت الجيلاتين ده، هل في أي تشابه بينهما؟ لا تشابه، لا يوجد أي تشابه. اللحم ده حطه في النار تجيب لي مرق، نعم، واخد بال حضرتك؟ الجيلاتين ده يعمل إيه؟ نعم. أحمد من إسبانيا، تفضل يا أحمد. من ألمانيا، تفضل يا أحمد. فقدنا أحمد للأسف. فضيلة الشيخ، إذن درس الطائف درس يعني في نعم. حالة القوة، شوف لما ولكن عندما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لا داعي للمعركة خلاص، شوف الاستشارة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم استشير أصحاب، لم يرى نفسه أنه صاحب الرأي الأوحد وصاحب الكلمة العليا وأنه القائد. لا، القضية دي مش تتعلق بيه، ده تتعلق بأناس سيتركوا الحصار. تمام، تعلق بأناس قد يروا تركهم للحصار هزيمة وعار، صحيح؟ ولذلك هم راجعين كانوا بيرددوا آيبون عابدون تائبون لربنا راجعون، وهذا الدعاء دعاء العودة من السفر، دعاء العودة من السفر، نعم. قالوا هم رجعوا، فقد يرى بعضهم كذا وقد يرى البعض لا، احنا يجب أن ننصرف، احنا عايزين نضيع أوقاتنا بس، يعني أنا أسف، ما الفائدة من وراء هذا الحصار؟ والرسول مع ذلك لم يرى بأسا بالعودة أبدا، هو استشار صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه، الغالبية العظمى، وده كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا عايز أقول لك إيش سبب ما حدث في أحد، النبي خرج إلى أحد وهو كاره، ما كان يحب أن يخرج إلى أحد، كان يحب أن يبقى في المدينة ويأتي تأتي قريش إليه ويقاتله في المدينة، لكن الناس لما شافت نصر بدر والدنيا كلها بقى تتغنى بنصر بدر، لا لا احنا نخرج لقريش دي تحتاج غصب يعني غلوه واحده ولا اي حاجه ونخلص عليها. ولذلك النبي لبس درعه وخرج وهو كاره، والصحابه راوا هذا في وجهه، قال خلاص نجلس، قال ما كان لنبي الا بسلامته ان يخلعه. انا خلاص انتهى الامر، انتهى الامر. ده في احد، صحيح؟ يعني مع ذلك يعني هو أخذ بالاستشارة وهو كاره، يعني أمر الصحابة كان يخالف ما يهواه الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكنه أخذ به. نزلت الآيات بعد ذلك، ها، تأمره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، اعفوا عن الجماعة دول واستغفر لهم، ومع ذلك قال له وشاورهم في الأمر، اوعى تسيب المشهور. مع أنهم كانوا سببا فيما حدث، لكن اوعى تسيب المشهور. وفي سورة في القرآن العظيم تسمى بسورة الشورى، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها تفضل ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الشورى صراحة. الشورى مبدأ إسلامي عظيم في التعامل، مش بس بين الحاكم والمحكوم، بل في تعامل الإنسان في حياته، في حياتي كلها، المسلمين وأمتهم. تفضل الأخ أمين من ألمانيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمين. شكرا. أنا عندي سؤال في الأحوال الشخصية في الطلاق. تفضل. سؤالي هو عند النطق لفظ الطلاق في لحظة غضب أو ثورة غضبية، هل يكون الطلاق قد وقع بها؟ يجاوبك الشيخ مباشرة فضيل الشيخ عن الغضب في الطلاق. يعني الغضب أنواع ثلاث، نوع لا يعي الإنسان فيه ما يقول، أغلق عليه تماما، تمام، لا يعرف بعدما يقول الطلاق يقولون لو أنت طلقت، يقول أبدا أنا ما طلقت يا عم، إذا أنت طلقت وقلت كذا كذا، قال والله ما طلقت ولا طلعت الكلمة مني، فهذا طلاقه بإجماع العلماء لا يقع.
تمام؟ واضح. هذا واضح. النوع الأخير، نوع آخر، ها الطرف النقيض له، هو غضبان لكن عارف ماذا يقول. يا ست اسكتي، لا مش هسكت. أنت مش عارف إيه، لا مش هسكت. ده أنا مش عارف كذا كذا، خلاص أنا أصلا مش عايزك، وراح رمي عليها الطلاق. هذا يقع. يعني هو غضبان ولكنه متحكم بقراراته، يفهم. وهذه آراء أختي، بتقول طلقني وأعصابه باردة. أختي مرة بتسألني حضرتك كده، فبقول لها ربما غضبان، أنا بحاول أجد له. قالت أبدا، ده طلقني وأعصابه باردة، عمال يشرب الشاي وطلقني. فمثل هذا الطلاق الآخر يقع، لكن بشرط أن يكون من أهلي في محله. الطلاق حينما يقع يشترط فيه شرطان، أن يكون من أهلي في محله. ممكن نشرح هذا الكلام بعدين. لكن في الثالث بقى بين هذا وذاك، هو في حالة غضب لكنه ليس بالمغلق عليه كلية، وليس بالإنسان الهادي الذي يتحكم في أعصابه. هو لا يعرف، لا يدرك، يعني لا يستطيع أن يتحكم. يعني هو بيعرف صحيح، لكن تلاقيه بعد ما يرمي الطلاق كده يندم، يهدى ويقعد كده، بمعنى أنه أقرب إلى الإغلاق منه إلى الإيش؟ إلى يعني ممكن مثلا لو بنعمل درجات نديله 8 من 10 مثلا. طب كيف في الإغلاق يعني في الغضب؟ الأمر يبدو معقدا لبعض الناس، أنه كيف يحكم من قام بلفظة الطلاق في هذه الحالات النفسية أن طلاقه وقع أم لا؟ وهو لا، يعني الحالة الطبيعية أنه هذا أمر سلبي، الطلاق يعني لا يحصل في حالات الود، ولهذا بتقول وطلقها وهو يشرب قهوة وكذا، ربما هذا حالة نادرة أو شاذة. كيف يطلق وهو في مثل هذه الحالة؟ ما هو الإنسان حينما يحكي الواقعة تستطيع أن تعرف نسبة الغضب عنده كم. زي ما كنت حضرتك مثلا نسبتها 8 من 10 لا يقع الطلاق، لو يقول أنا مغلق علي بنسبة 8 من 10، أنا مش قادر أتحكم في أعصابي، أنا واحدة رفع سكينة في مرة، أخ بكلي رفع السكين علي وتقول لي طلقني، فأنا ما طلقتهاش حتى خلاص، وأنا في حالة غضب وهي في حالة غضب، قلت لا أنت طلق خلاص. يعني لذلك كل حالة لابد أن يسمع لها بحالتي. إذن لابد من أن يستشير أهل الذكر. أحسنت، حتى أنا قلت قواعد عامة بس. نعم. في الطلاق. إذا نعود لدرس الطائف فضيلة الشيخ، إذا هذا هو درس كبير جدا. نعم. في الواقع دعنا نقف عند بس المشورة، المشورة لأن الآن حكام الأمة يستبدوا في القرارات المصيرية، يأخذ قرار مثلا بالحرب، يأخذ قرار بكذا، يأخذ قرار بكذا، وعلى الأمة أن تسلم وعلى الأمة أن تخضع دون أن يستشير. لا مجالس هذا القرار، والمجالس زي أشبه ما تكون بديكورات فقط، حتى يقول أنا عندي مجلس شورى أو عندي مجلس شعب أو عندي مجلس مش عارف إيه أو إلى آخره، إلى آخر المسميات هذه التي يقوله. صحيح؟ لكن لا، الإسلام من يعني قواعده الأساسية في السياسة في الحكم الشورى، الشورى تمام. والشورى في الإسلام ملزمة، وليس كما يقول البعض معلمة يقعد يستشيرهم بعدين يفكر حضرته ياخد ولا ما ياخدش. لا، ده كلام لا لا الحقيقة يعني غير مستقيم مع الإمام. أمال يعني يستشيرني ليه لما أنا في النهاية إحنا قاعدين 50 مجلس، ها ال50 قالوا له اللي بتعمله ده غلط، ويقول لهم أنتوا في 60 ده أنا اللي رأي صحيح. هذا لا يمكن أن يكون إنسان سوي. ولذلك الشورى في الإسلام ملزمة للحاكم، ملزمة له أن يستشير أولا، ملزم له، وشاورهم هذا أمره، وشاورهم في الأمر هذا أمر، فالأمر ملزم له تمام، يقتضي الوجوب، واجب على الحاكم أن يستشير، وواجب عليه إذا استشار أن يلتزم بما وصلت إليه. هذه مهمة جدا فضيلة الشيخ، أن يلتزم ما وصلت إليه. عنهم هذه الفقرة أنه واجب الالتزام بإجماع الشورى. هل الحبيب محمد بالغالبية معلش. بالغالبية طبعا. بالغالبية نعم. بالغالبية. آه. هل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طبق ذلك؟ وإحنا أخذنا الطائف كمثال. وأخذنا أحد. وإذا كان يطبق لم يخالف. بل أنا بقول لحضرتك بعدما كانت من نتائج المشورة الهزيمة، إن بعض المؤرخين يعتبرونها كذا نتائج، لأن النبي خرج وهو مكره، وهو كان كأنه كان يدرك عاقبة أن يخرج.
في الصحراء ولا في مكان لا يعرفه ولا يدرسه، ويأتيه القوم لا، وكان يرى أنه يبقى محصنا في المدينة ويدافع عنه. لكن الشباب لا، فالحين يعني كويسين نشطين وكذا، عايزين نخرج كما خرج إخوانه في بدر، فقال يا صلى نخرج نلقاهم، ها فخرجوا، دول مشوا دول جم، كان لقاء عند أحد. هم لم يحددوا اللقاء، بمعنى لم يتراسل الجيشان ليقول مثلا أين نلتقي، إيه رأيكم يا جماعة فين نتقابل، فوالله حددوا أحد. لا، القضية مش هكذا، إنما القضية أن هؤلاء جاءوا من مكة وهؤلاء خرجوا من المدينة، دول مشوا ودول قعدوا يمشون إلى أن كان الجيشان عند نقطة تسمى أحد، فالتقى هناك الجيشان. بعدما حدث ما حدث وشجت رباعية الحبيب صلى الله عليه وسلم ونزف الدم الذكي منه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، ها تنزل الآيات زي ما قلنا، وشاورهم في الأمر. درس عظيم حبذا لو يأخذ به حكام العرب والمسلمين فضيلة الشيخ حسين حلاوة، جزاك الله خير. ونأخذ به في حياتنا، حتى في بيتنا أستاذ، حتى الأب مع أولادي لا يستفرد برأي، حتى الأم مع أولادي لا تستفرد، ندرب البعض أنفسنا على يكونوا مشاركين في اتخاذ القرار. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. كما أشكركم أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام هذه الحلقة، أترككم في أمان الله.